نسحبوا. علاش؟ لان المغاربه دايرين الخريطه ديالهم في التوني ديالهم. غنسمح انا في هذا الموضوع وغنتكلم انا على البوطه. البوطه بوطه وقع اللي وقع، وكاين نقاش من داخل المغرب بين القوى الحيه في المغرب، المواطن، صحافه، برلمان، اسئله، اجوبه، كاين نقاش، كاين القضيه ديال رفع ديال الدعم على المواد الاساسيه، منها الغاز ومنها المحروقات سابقا اللي دارها السي عبد الاله بن كيران. ف هذا نقاش داخلي كيدار بين المغاربه وكنديروه، ولكن دابا انا شكرا مرت سيكوك الله يحفظك، انا الدور ديالي هو نحك عليك ملي انت كتنهزم، ملي انت ابو نيف ابو النيف كتفشل وكترجع للور. انا الدور ديالي نذكرك بانك كائن انهزامي، النظام ديالك كائن انسحابي، كائن شكواتي بكواتي، نظام ديال البكائين. دونك فوالا، هذا هو الدور ديالي انا في تيك توك. هذا يعني هذا الموضوع، هذا هو بحال واحد مثلا، واحد بحال دابا تمشي عند واحد السيده كدير الطبخ، هذيك اللي في كندا ولا ما نعرف فين كدابس، كتحط واحد المول وكتقول لهم جيبي، وكترمي داك الدجاجه مسكينه هكذاك وكتبقى تلوح البصله وتلوح، هذيك السيده ما عرفش سميتها، هذاك هو الكونسيبت نتاعها. ما غنقولولهاش تكلمينا على البوطه، ما غنقولولهاش تكلمينا على رفع بشرى، هذيك ما نقولولهاش تكلمينا على سميتو الانشغالات ديال الناخب المغربي قبيل مباراه مع زامبيا. الناخب هو سميتو هو الركراكي. دونك هذاك ما، وكاين واحد النيش واحد اخر نتاع الكره، الدكتور منصف اليازغي. منصف اليازغي ما تقدرش تقول له انت السي منصف خصك تكلم لي على المشكل ديال البحث العلمي في المغرب، مالك باش منصف اليازغي تخصص كره، انا التخصص نحك لك على الدبره، انت كتدبر راسك وانا كنرمي لك الملحه، هذا هو التخصص ديالي، فما تبقاش تقول لي شي حويجات. نوريكس تحياتي الغزال. ايوا في خاطر الانسحابات ابن عمي، اليوم 6 نتاع الانسحابات، البارح واحد الانسحاب، اليوم 6. الخريطة فاطمة الزهراء الله يحفظك الله يكبر بك بيبا، الانسحابات اشدك، هذا هو الواقع. وكتجيو تبكي وتشكي في المواقع وتقولك حنا متاع الواقع، حنا ماشي بحالكم في المواقع. لا، حنا في الواقع كنجيو كنبغيو ندابزو، انتم ما كتهربوا، كتشوفوا واحد الخريطة كتبقاو. والمشكلة في التتويج، كتجي تما التتويج، تسمع النشيد الوطني المغربي، شتي الفضائح كي دايره؟ علاش ما هددتوش؟ علاش ما خرجتوش كاع من الاتحاد اصاحبي؟ والنيف ابو نيف الكرامه والسياده والزعت والزمرد والنفخه الخاويه، الاتحاد العربي للمصارعه، الاتحاد العربي نتاع كره اليد، واتحادات عربيه اخرى، يا الله حتى نعقدوكم. شتي حتى داك الشيء ديال افريقيا وكذا، يمكن زعما ما نعرف الدنيا والزمان يحن شويه القلب نتاع القجع، ما نعرف يهضر معاه متسبيها العراخ هاي القجع، الله يرحم ليك الوالدين اللي ما خلينا ندوزو هاد الزمر، عييتوني دابا وساعه وكذا، هو كدي السبان والمعيور من عند، ما نعرف. يقدر القجع غيفكر في شي خطه اخرى وينسى القضيه الخريطه، ولكن في الاتحادات العربيه والله حتى نمرمدوكم تمرميد، والله حتى نعقدوكم تعقاد. الاتحاد العربي اللي كتنضاوي، وتحت الجامعه العربيه اللي كتعترف بالخريطه المغربيه كامله مكتمله، وحتى واحد فيكم ما عنده الجرأة يناقش ذاك الخريطه حتى لو كانت صماء. إذا كنتم رجال وإذا كنتم نيف، ناقشوا الخريطه نتاع الجامعه العربيه الصماء. انا ما كنقولكش هذيك اللي فيها الدول، لا لا لا، الصماء، ناقشوها، قولوا علاش انتم اعضاء تما ما تقدروش تنسحبوا، اذا ما عندكم لا نيف لا كرامه، انتم كمونيين خصكم الحكام وحنا عقنا بكم. جميع الاتحادات العربيه دابا ديال الكره، ديال كره القدم، كره اليد، كذا، كل شيء، فين ما تلاقيتو مع المغرب تمشيو بحالكم، حتى
حتى تخرجوا لواحد الجهه، يا اما تخرجوا كاع من الجامعه العربيه تمشيو مع شي جامعه ديال ما نعرف شي اتحاد الكونكاكاف تمشيو تلعبوا مع الشيلي والمكسيك وما غتلقاوش اللي غيقبل عليكم، والله ما يقبلوا عليكم. شتي غيقبلوكم عام عام ونص غادي 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 تشجوا جالي. اهلا جالي. الرايات الجزائريه راه انسحبات في الاردن في الواقع، انت جي حط لي رايه في التيك توك. الرايات الجزائر انسحبات ابن عمي فراسك وفراسك، سته تاع المصارعين الجزائريين انسحبوا من المبارزه تاع المغاربه، والمغاربه داو خمسه ديال الذهبيه وواحد البرونزيه وواحد الفضيه. هل انكم ما كاينش تكا تلعبوا خصكم تنسحبوا ونسحب؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع السي جالي. مع كامل احترامي لك الرايه الجزائريه انا كنوقرها، ولكن يبدو ان النظام ديالكم ما كيوقرهاش. عاطيها لكم هنايا في التيك توك تبقاو تمارسوا داك ما يسمى بالسميتو بالتعويض. راه كاين واحد الميكانيزم في علم النفس سميتو التعويض، سير قرا عليه في جوجل، سير كتب ميكانيزم التعويض علم النفس التحليلي، هو اللي كدير دابا انت في التعليقات. عوض انه الرايه ديال المغرب، عفوا الرايه نتاع الجزائر، البطوله هي من خسرت الجزائر. المشكله هذاك حفيظ الدراجي هو اللي متعود كيقول هذا النوع تاع خطابات النرجس، هو اللي كيقول هذا النوع تاع الهضره. اضرب الطم ما قادرش يهضر. اهضر الدراجي، اهضر الشامبيون ديال قال لهم غنديروا النفير. فين هو النفير؟ اش تقدر بهذا الشخير؟ شت كاع ما هضرت، شت كاع ما هضرتيش هاد الدراجي؟ ها كيفاش لاول مره كتدخل جواك، لاول مره كتحس بان راك مهزوم؟ الزفير اش تقدر تما الزفير والشاخير؟ فين فين وير از يور اش كتسمى هذيك السياده؟ لا الكرامه، دينيتي دينيتي ديغنيتي كتقرب لك ديغنيتي. وير از يور ديغنيتي؟ شتي انا اللونجلي راه واخا ما هكذا كي كنعرف بان كاين اللي كتقرا. نوري اهلا نوري، اهلا 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 اخوتي الجزائري، والله الا كتبقاو فيا مساكن، والله والله الا كتبقاو فيا والله. ايه مساكن الجزائريين خصهم بلادهم تبان والرايات تتعرف والمحافل الدوليه. مشاو اليونسكو ذاك النهار قالوا لهم انتم ما عندكم موروث ما عندكمش التراث. مشكلة ولا العظيم عندكم هذا شيء موروث يعني وارثين شي حاجة من عند برج بوعريريج سميتو هذاك بابا عروج جاب لكم شي حاجة من البلقان. والله إلا مشكلة ولا الكراكو كذا. فين هو التراث أجدك؟ فين هو ذاك القفطان اللي قالت لكم ذاك سرقة زاد القفطان من الجزائر؟ فين هو؟ وير از قفطان؟ هذيك بنت المملكة ذاك اللي كانت تما حاضرة تما مع تتبيرت مع زينب قالت لها شهرزاد شهرزاد فين هو القفطان نتاع القاضي؟ ما كانش يا خو، ما كانش يا خو، كاينه رزت القاضي، رزت القاضي عندنا، انتم عندكم صباع القاضي، كاينه صباع القاضي. حاشاكم، حاشا السامعين وحاشا اللي غيتفرج هذا الفيديو. انت كيفاش؟ نطع الفاسيل؟ لا هذاك دابا نطع ما كنهضروش عليه. دابا هي قالت لهم حق راه كاين لطيفه مرحبا، دابا هي قالت لهم لا كاين شي كذا وحنا عندنا قفطان القاضي. وير از قفطان القاضي؟ ما تقدروش. عرفتي علاش؟ لان ملي غتجي تحط انت داك الشيء خاصك تحط كيفاش كيتخدم لو كوما لي زوتي لا ماتيير وهذاك اللي كيخدمو شكون؟ شكون كيخدم عندكم القفطان؟ راه بحال القضية تاع الزليج، بحال القضية تاع الزليج. ها الزليج اييه ديالنا، اها كي كديروا له؟ الله اعلم. شكون كيخدموا؟ الله اعلم. فين كتخدموه؟ الله اعلم. ايوا باش ديالكم؟ في التونيات. مصطفى بونيف يجي يلبسوا واحد المشكلة البارح دوزت في واحد البرنامج غادي يدوز في هاد الثلاث ايام غادي واحد بودكاست، واحد البودكاست طويل درت شنا مزيان وهضرنا البارح. سجلت البارح مع واحد الصديق مع واحد الشاب او المهم فيه شي مفاجات كنت غنقول ما نحرقش المفاجات. وهو يخرج لي واحد الفوتو
لا بس في التالي نتاع البودكاست هما هو كنت غنسالي معاه من الديبار نقول له جمع عليا هادشي ما مسجليش ما مصورينش. زليج تاع تلمسان كيفاش تاع تلمسان شكون كيخدموا في تلمسان شكون كيخدموا في تلمسان صعيب صعيب والله العظيم اخوتي الجزائريين اللي راكم فيه في وضعيه صعبه ايوا انا زعما كنصحكم الامور غتكون شويه صعيبه من هنا لفوق فهمت غتكون صعيبه غتكون صعيبه. الاتحاد العربي انا قلت لكم جميع الاتحادات العربيه باش ما بغيتو باش ما بغيتو فهمت داكشي كاع ديال كره اليد كره السله المنافسه المسايفه الكاراتي التيكواندو المهم اي مناسبه عربيه ما كاين غير الخريطه نتاع المغرب هذه العربيه فهمت هذاك الساعه سير للطاس الجامعه العربيه ما عندهاش الطاس عندها القلاس فهمت ما عندهاش الطاس عندها القلاس ملي يجيك الاسهال تحط لك القلاس فين فين تحطها ايش غدير هذه الجامعه العربيه يعني بلا لا يطري هالتصله ديال التواصل ديال الجدر ديال الابواب النوافذ نتاع زمرك راك تما واحد لوقت واحد لوقيته كنتو كتبنطوا ها معكم صدام حسين معكم سوريا معكم اليمن الاشتراكيه معكم مصر سميتو دابا ما بقى لكم والو ابن عمي هذاك العراق اللي كان فيها صدام حسين شربكات هذيك سوريا اللي فيها حافظ الاسد خنشات هذيك اليمن اللي كان فيها هذاك داك تعرفشات هذيك السودان اللي كان فيها هذاك تبربزات اش بقى لكم مصر رجع للطريق جهاد السيسي قدهم شويه القذافي ليبيا اللي كانت مشات اش بقى لكم حتى وزه بقيتو خارج الجغرافيا صافي باش نتفاهم وانا قلت لكم بدليل انا كنقول لكم التحدي اللي عندي هو داك الخريطه نتاع الجامعه العربيه هذيك الخريطه شتو هذيك الخريطه في الخضر الخريطه في الخضر هذيك الجامعه العربيه في الخضر هكذا هادو كاملين اعضاء في الجامعه ياك هادو كامله دول عربيه كاينه في الجامعه مزيان وهذيك الجنوب نتاع المغرب ما تسمونه انتم بالصحراء الغربيه هذيك الصحراء الغربيه هذيك ما خصهاش تكون تما خصها تحيد ولا لا حيت ما كاينش في الجامعه العربيه وعلاش راها تما لان هادوك الدول كامل كيقولوا هذيك مغربيه واش كديروا نتوما معنا مازال يلا خرجوا باش 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 ندخلوا السي محمد المتوسط خرجوا يلا خرجوا باش ندخلوا تونس ها تونس واش تونس تونس راه واش تاع تونس تونس اش غنقول على تونس اش غتقول على تونس باين السيد مسكين تسحب له غادي يحكم القسم تسحب له غادي يدخل لونفي معه استاذ جامعي وهاد الاساتذه سبحان الله العظيم كيجيب لهم الله غير تكون استاذ خصك غادي تقدر تسير دوله راه دار حتى بنكيره بنكيره كان استاذ نتاع الفيزيك اه وقال لهم انا بغيت نولي رئيس حكومه وهو يولي رئيس حكومه واحد النهار قال لهم انا والله ما عرفتك صندوق النقد الدولي حتى وليت رئيس حكومه عاد عرفته يا ودي يا با بنكيره الاستاذ يماها مع باباها غيتحكم في واحد لا كلاس واحد لونفي فيه 100 200 طالب يخلق معاهم داك داك التواصل ديالو اما الدوله بن عمي اللي دوله ولا حكومه اللي حكومه يا بن عمي مع احتراماتي الاساتذه يا والله احتراماتي الاساتذه انا استاذ زعما ماشي زعما كنقول لكم هذا الشيء وكذا وكذا وشوفت شوف امازيغيه حنا راه مع اولادنا بنت عمي الله يرضى عليك راه دابا انت ام وكاين اخوان المهم اللي ما اب ولا ام راه اخ ولا اخت انا راه شي مره تايت تيليكوموند تيليكوموند تاع التلفازه كي خصني ندير مشاورات وتدبير ديال الخلاف قدو بالقداف بالقداف بالقداش على شكون وشكون وفاش يتفرجوا كل واحد اش باغي السلاح الصامت الصنداله ما تعرف منين جاتك الا بقات في الصنداله ماشي مشكل المشكل شي مرات خاصه في الايام ديال داكشي ديال العواشر كيوجد كيكونوا المقالي كيكونوا المعالق كيكونوا المغارف كيكونوا الفراشط كيكون هذاك المدلك وكتكون هذيك الماكينه اللي كتخرج داك الفقاس
التقليدية هذيك ما كاينش اللي ما اللي ما سميتو غير يا ودي تحفة والله العظيم. اذا هذيك المشاكل الكوزينه ما في الحقيقه لا، ولكن بحال هكذا جالس في الصاله ولا كيحداك صنداله ولا بونتوفل ماشي مشكل، وفي الغالب كتخطا يعني غير كضرب غير هو ما ضربش من جهه التلفازه جهه الماريو. خير الراي المغربي تحياتي الحبيب مرحبا الغزال مرحبا. كل تضامن كل تضامن معنا، ولكن انا في الحقيقه ما كنتش العصا بزاف والله، انا ما كنتش العصا بزاف، يمكن مره ولا جوج عاوز جمله مفيده. لا ما غاديش تفهمني ابن عمي، انت كيفهمك انت كيفهمك السي عبد المجيد وفريد العالميه هو اللي كيعطيكم الجمل المفيده، وزكروط ابراهيم زكروط كتفهموه، كلشي كيفهم زكروط، كلشي كيفهم فريد العالميه، وكلشي كيفهم تبون. علاش ما كتفهموش معنا؟ لان اللونغاج ديالنا البناء الجمله ديالنا والمنطق والبناء المنطقي بناء المنطقي نتاع الحجاج ولا نتاع الخطاب نتاعنا ماشي هو هذاك. محجوبة اهلا وسهلا تحياتي بنت عمي احسن محجوبة في شمال افريقيا والشرق الاوسط، ولا عزاء اللي ما عندوش محجوبة. تحياتي لك بنت عمي مرحبا بك. محتواك انت على الجزائر؟ طبعا ايه، وزير الداخلية الجزائري يتكلم على المغرب، نائب الرئيس نتاع ليفيلين تكلم على المغرب قال لك عدو، قال لك يجب ان نفرض التاشيره على المغاربه لان المغاربه اعداء، وشويه قال لك لا ماشي الشعب المغربي، لا الشعب المغربي مغلوب على امره، المغاربه اعداء، يعني كاين المغاربه وكاين الشعب المغربي. شوف علاش كنقول لك ما غتفهموناش، ابو صبع ما غتقدرش تفهمني، لان انت كتفهم هذاك اللي كيقول لك كاين المغاربه وكاين الشعب المغربي. انتوما هاد النوع الخطاب كتفهموه، كي كديروا تفهموه الله اعلم، حنا ما كنفهموش. راه صعيب صعيب يوصل يعني البلاد من المستوى ديال انه يقول جمله ويقول المغاربه بوحدهم والشعب المغربي بوحده. الشعب المغربي شكون فيه؟ شكون فيه؟ واش مراكنا ولا جوابنا ولا الشناوة ولا شكون؟ الشعب المغربي مما يتشكل ماشي من المغاربة؟ أليس المغاربة يشكلون شعبا اسمه الشعب المغربي؟ والشعب المغربي يتشكل انطلاقا من المغاربة؟ ولا لا؟ دابا أنتم ما كاين الشعب الجزائري كاين جزائريين. أنا ملي كنهضر في هذا الاتجاه كنقول كاين هوكستان ذوي الأصابع الزرقاء المنضوين تحت لواء ديال التشيات وديال التبرديع والتبردع اللي كتمارسوا الاعلام ديالكم والنظام نتاعكم، وكاين جزائريين عاديين اللي ما لم تصل. اش داك المش؟ اش داك الشيء؟ منين خصني ندوز ليه انا دابا هذاك المش؟ ولا هو اللي خصو ولا يرجيلات؟ ما علينا. تحياتي. اذا قلنا هذاك السيد ديال لي فيلين، ملي كتسمع لي فيلين كتسمع جبهه التحرير. بالمناسبة واحد الأمين سابق كان عندهم راه كان دار اعترافات خطيرة وغادي داك وغيهرب، ما عرف فين راه دابا، ما عرف فين راه داك السعداني ولا ما عرف سميتو، دار اعترافات خطيرة بخصوص القضية نتاع الصحراء والقضية نتاع التورط الجزائري والعبط الجزائري في هذا الشأن هذا. فين كنا؟ كنا عند هذا ديال لي فيلين، هذا ديال لي فيلين قال لك اسيدي خصنا نديرو الفيزا، ودابا راه حلو شي لايفات كيطلبوا بالفيزا على المغرب والمغاربه. وسمعت شي وحدين قال لك المغاربه اللي هنا في الجزائر يهددوا الاقتصاد الجزائري، قال لك كيرزيونا الاقتصاد الجزائري. قال لك يجيو هنايا هي اش كيديروا؟ قال لك ياكلوا المواد المدعمه. هاكاك دابا انتوما باغيين نديروا واحد الحانوت هي فيها يجيب لاكارت ناسيونال عاد تعطيه انت الحليب. وإلا ما كانش جزائري لا، إلا كان سائح ولا ياك نتوما خصكم 13 مليون سائح كي غديروا لهم وسخ الوالدين؟ ديروا الحليب ديالهم بوحدهم، ها السباغيتي بوحدهم، المازوت غيكونوا جوج ديال الكواتس، واحد نتاع السائح واحد نتاع الجزائري، ديروها نتوما راه نتوما كلشي ديروه، شتي نتوما كلشي تقدروا ديروه،
أيه قالك سيدي وكيديروا وما كيجمعوا الفلوس ورجعين تما هما. وانت اش كدير في فرنسا وانت اش كدير في اسبانيا؟ كتجمعوش الفلوس؟ ها اش كديروا نتوما دابا في اوروبا؟ نتوما كجزائريين تما نتوما عاد ماشي كتخدموا ماشي كديروا الانتاج. وما ما بغيتش انا ندخل في هذا النقاش حتى الكيدار 31 الكيدار 31 ما بغيتش ندخل معك هذا النقاش، ولكن مزيان ندخل معك فيه مزيان. معليش مع احتراماتي الجزائريين اللي كيخدموا اللي كينتجوا ينتجون يعني يساهمون في اش كيتسمى الناتج الخام ياك نتاع فرنسا ونتاع اسبانيا ونتاع اللي كيديروا جميع المهاجرين في العالم في جميع الدول، راه كيمشي يخدم يعني يعني كينتج لك داك الرقم اللي راك انت تفتخر به. مزيان كنهضر لنا على الناس اللي كتفتخر بالبي بي نتاعها، وكاين الناس اللي كتحروش البيك بوكيتس. ايوا دابا انت سكتي على هذوك اللي كيشوهوا الصوره ديال الجزائر وكيبهدلوا بصورتكم والناس داير واحد النظره خايبه على الجزائر في مختلف الدول الاوروبيه لانهم كيمارسوا البيك بوكيتين، وجاي عند المغاربه تقول لهم لا ما خصكمش تخدموا ما خصكمش تخدموا. مزيان صافي علموكم، ها علموكم كيفاش تصبغوا كيفاش ديروا القبس كيفاش تخدموا الزخرفه الخشب. سمعت واحد الفيديو ديال واحد السيد قال لك حتى الخياطه راهم تما، صافي تعلمتوا الخياطه. السوم شنو موضوعك اليوم؟ الموضوع نتاعي اليوم بنت عمي كاين تبندير اليوم، كاين تبندير وقع شويه نتاع التبندير في سميتو في الاقاليم الجنوبيه ماشي في سميتو في داك الجهه اللي قال لك هما كيديروا داك الاراضي المخلله بندروا شي وحدين تما. كاين سميتو الاسد الافريقي، تدريبات والمناورات نتاع الاسد الافريقي. ايوا كنقرا شي تعليقات وشي وحدين في باكستان كيقارنوا بين المناورات